وإلى أخبارنا المنوعة، فقد اختار المدلك المصري عبد الرحيم سعيد البالغ من العمر 35 عاما أن يلعب النار حين قرر الإقدام على طريقة فرعونية قديمة لعلاج آلام الظهر والمفاصل بعد حصوله على شهادات في التدليك من المغرب ومن مصر. وقرر عبد العزيز العمل في منتجع صحي بسيط بدلتا النيل في محافظة الغربية، ورغم أن طريقة العلاج تعرف باسم التدليك بالنار، ولكنه في الحقيقة فإن الشاب المصري لا يستخدم النار فقط في علاجه لمرضاه، بل يلجأ أيضا لنشارة الأخشاب وزيت البابونج الطبيعي.